أجد أمين يعمل بمهنة الحدادة كمصدر رزق لعائلته في قضاء المقدادية، لكنه لن يتخلى عن هوايته النادرة وهي صناعة مجسمات ومصغرات فنية بأشكال متنوعة من مخلفات الحديد. شارك بها بعدة مهرجانات ومعارض فنية رغم عدم وجود أي دعم حكومي. الأعمال الخردة اللي أحتاجها من مواد خردة، يعني خردة الحديد اللي أكثر المهن يستهلكوها يذبوها، فإحنا نعيد لها الحياة، نستثمرها ونسويها، نحولها إلى مواد مجسمة، مجسم تكعيبي، مجسم آليات، حيوانات، هواي أمور يعني نقدر نستثمر هاي المواد ونحولها إلى أعمال حية مطروقة، يعني أشياء ما مطروقة، وهذا هو الإبداع، يعني أنه تطرق شيء ما موجود. المهنة ماخذة من عندي وقتي، وتعرف أنه أنا صاحب عائلة، فمو ما مسلط الضوء عليها 100%، لكن إذا أكو دعم يمكن أستثمرها أكثر من المواد الشباك والأبواب. هذه الأعمال المجسمة هي من مخيلتي، تعرف أنت كل شيء موجود هو بالحياة، تقدر أنه يعني تفكر به وتطيفة صورة. زملاء الفنان ساجد أشادوا بأعماله التي تتميز بلمسات فنية فريدة من نوعها، داعين الجهات المعنية لدعمه ليقدم المزيد من الأعمال الفنية الرائعة. أبو عبد الله طبعا هو حداد يمنا وجارنا وأخونا. أبو عبد الله عنده فن وإبداع بهاي المجسمات، يحاول أن يلمها من الخردة، الخردة مالتنا أو مال غيرنا غير محلات، فيصنع منها مجسمات مثل ما شفت، مجسمات روعة حلوة. بالمناسبة أنه هو مو بس بهاي المجسمات، هو عنده فن إبداع رسم ونحات أيضا، عنده نحات ورسام. إحنا اللي ندعوه من الحكومة أو من نقابة كفنانين أو نحاتين عراق أن يشوفون وضعه ويدعموه، يعني لأن هو حقيقة مبدع. استطاع هذا الرجل أن يستخدم نوعا من أصعب أنواع الفنون، مستخدما خردة الحديد بإنشاء مجسمات فنية رائعة شارك بها بعدة مهرجانات. لبرنامجهم جديد، عبد الله الباش، محافظة ديالى.